الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الحضور الأكارم، ها نحن نصل إلى اختتام البرنامج العام لمسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي تحت شعار الجودة والارتقاء في كتابة البحوث العلمية. نرحب بالجميع ولكل من حضر معنا في هذه اللحظات التي نقتتم من خلالها فعاليات هذه المسابقة، ولا سيما ضيوفنا الأعزاء رئيس جامعة الجفرة الدكتور يوسف جلالة ورئيس جامعة الزنتان الدكتور محمد دقالي وكل الحضور الذين شرفونا في هذه اللحظات. ونبدأ على بركة الله في مراسم اختتام هذه المسابقة، ونود أن نشكر أيضا قناة التناصح التي تنقل فعاليات هذا الاختتام على الهواء مباشرة. نبدأ على بركة الله في فعاليات اختتام مراسم هذه المسابقة. الكلمة مخصصة للدكتور علي محمد الفقيه وكيل الشؤون العلمية لجامعة غريان، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. السيد المحترم رئيس جامعة الزنتان والسيد المحترم رئيس جامعة الجفرة والسادة مندوبو الجامعات وعمداء الكليات وكل الحاضرين، نرحب بكم أجمل ترحيب وأعفه وأكرمه وأصدقه. حاضرون الأعزاء، لا شك أن هذا العمل كان وراءه كوكبة من الرجال الذين أخلصوا للعلم وأخلصوا لهذه المؤسسة. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أتوجه بالشكر إلى زميلي رئيس جامعة غريان الدكتور محمد إبراهيم غومة، الذي لم يتردد ولم يتلكأ في سبيل إنجاح هذا المؤتمر، والذي أنفق عليه ما يستحق وأكثر. والشكر أيضاً موصول لرئيس اللجنة التحضيرية دكتور عمر أبو زيد ورفاقه، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور نصر الدين السويسي، مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة، وأخص أيضاً بالشكر الدكتور عياد كشلاف الذي تواصل معنا من جامعة طرابلس بشكل يومي، وكذلك لا أنسى أن أشكر زملائي الموظفين الذين لولاهم ما كانت هذه المسابقة تخرج بهذه الحلة القشيبة الجميلة. شكراً أيضاً لزميلنا الكاتب العام بالجامعة والمراقب المالي، كلهم مشكورون، اللجنة الإعلامية ولجنة المراجعات اللغوية، كلهم لهم الشكر الجزيل. إخوتي، لا شك أن العمل الإنساني يشوبه شيء من النقص والقصور،
وهذه طبيعة العمل الإنساني، فالتمسوا لنا العذرة لأننا بذلنا ما وسعنا من جهد ولم ندخر جهدا في سبيل إنجاح هذا العمل. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إذا كانت هذه العبادة الجليلة يقفوها الاستغفار، لأنه قد يكون اختلطت بتقصير، فهذا المنهج الرباني نتحلى به، والتمسوا لنا العذر إذا وجدتم في عملنا تقصير، فهذا جهدنا كما يقول الشاعر: جهد المقل صحائف منشورة. شكرا لكم جميعا، ونرجو لكم إقامة طيبة بيننا. أيضا لا يفوتني أن أذكر بأن هناك بمناسبة العمل العلمي لدينا تكريم لأصغر ماجستير بالجامعة، وذلك نريد من ذلك التحفيز لطلبتنا وأبنائنا. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للدكتور علي الفقيه وكيل الشؤون العلمية على هذه الكلمة. وبالفعل نحن التقينا على مائدة العلم والمعرفة، وكما يقول الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وقال أيضا: بعلم أو بآداب ففاخر، ولا تفخر بعم أو بخالي، فإن العلم في الدنيا ضياء، وداء الجهل لا يخفى بحالي. أيها السادة الأفاضل، دائما نتمنى الرقي لأبنائنا وبناتنا الطلاب من خلال هذه البحوث العلمية الأكاديمية التي بكل تأكيد تميز الملكية الفكرية لأصحابها، ولا شك أن هنالك مشرفين عليها يتابعون هذا العمل أو هذا الجهد طيلة عام دراسي أو فصل دراسي كامل. من مراسم الاختتام، لا شك أن هذه المسابقة، وكما أسلف رئيس المسابقة الدكتور علي الفقيه وكيل الشؤون العلمية، أنها كانت خطوة أولى في نسختها الأولى، وحاولت اللجنة بكل ما تمتلك بعد أن تم اعتمادها من قبل رئيس جامعة غريان، لا شك أنها قامت بمجهودات كبيرة جدا في أن تصل محاور هذه المسابقة إلى كل الجامعات الليبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية بإذن الله حنتكلموا حول عرض مختصر لمسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي. أود أن أشير هنا إلى أن قدمنا العرض بالأمس، ولكن لوجود ضيوف كرام جدد يشرفوننا اليوم، فأحببنا أن نعرض هذا العرض المختصر لإعطاء فكرة مختصرة على جائزة ليبيا للتميز العلمي. طبعاً بداية إن المشروع أو البحث العلمي يهتم بالمادة العلمية المقدمة فيه والمعرفة الموجودة فيه، والتي يحتاج الباحث إلى التنقيب عنها وتطويرها أو تحقيقها أو نقدها أو اكتشاف معلومة جديدة أو معرفة جديدة. لا يكتمل المشروع عند هذا الحد، وإنما في جزء مكمل له، وهو عرض
هذه المعرفة باستخدام مفردات ومصطلحات مناسبة وكاملة تجعله يسير في ركب البحوث المتقدمة والمتطورة والتي تبهر في عرضها المتلقي من حيث السلاسة في طرح الفكرة والبساطة في الفهم. من هنا جاء التركيز على جانب الكتابة الأكاديمية لبحوث التخرج، لأن من خلال ملاحظاتنا في مشاريع تخرجنا هناك فقط كثير في هذه الجزئية، وأغلب البحوث تعاني من المشكلة، فحبينا من خلال المسابقة هذه أن نهتم بالجانب هدايا ونركز عليه من خلال إجراء المسابقات ما بين الجامعات الليبية. فالعناصر الرئيسية للبحث تتمثل في المادة العلمية وتحليلها، وتتمثل في الكتابة الأكاديمية وأسلوبها، والذي يتمثل في هيكلية البحث وغاية وأهداف وإشكالية البحث إلى آخره، اللغة وأسلوبها. الاثنين هذوما العناصر الاثنين، أو المادة العلمية، المادة العلمية وتحليلها والكتابة الأكاديمية وأسلوبها، يدعموا أن يكون عندنا بحث غير مسبوق. فإحنا في إطار جائزة مسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي نهتم بجانب الكتابة الأكاديمية، ومن هنا جاء تعريف المسابقة، هي جائزة تسعى إلى تحقيق التميز في مجال كتابة البحث العلمي لخريجي الجامعات الليبية. عددنا دليلين خاصين بالمسابقة، الدليل الأول خاص بمسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي، الدليل الثاني خاص بالمسابقات التأهيلية على مستوى الجامعات الليبية. الأهداف أو الرؤية والرسالة الخاصة بالمسابقة تصب في التطوير والتميز في برنامج أو آليات الكتابة الأكاديمية، وبالتالي عندنا عدة أهداف، أهمها شد الانتباه الطلبة إلى موضوع الكتابة الأكاديمية، تحفيز الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى الارتقاء بمستوى الكتابة الأكاديمية، وأيضاً نحو عالمية بحوثنا بحيث أن ترتقي إلى مستوى بحوث متقدمة تنافس الأمم المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى بناء الكفاءات من خلال صقل المهارات. عندنا أيضاً توضيح فقط بسيط لهيكلية المسابقات هذه. طبعاً كما أشرت في السابق عندنا مسابقات تأهيلية على مستوى الجامعات، وهذه فقط مجرد تمثيل لبعض المسابقات للجامعات اللي شاركتنا. الجامعات هذوما طبعاً حيقوموا أو نفذوا المسابقة على مستوى جامعاتهم، يفترض بنفس المعايير بنفس الطريقة اللي موضحة في دليل الجامعة. وطبعاً لما تجري المسابقة على في تأهيلية على مستوى الجامعة حتحدد هي الفائزين في مجال العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والعلوم الصحية، وممكن تحدد الفائز الأول والثاني والثالث في كل مجال، هذا يرجع إلى الجامعة بحد ذاتها. ولكن ما هو مطلوب منهم، أن يرسلون الأوائل في محور العلوم الإنسانية والأوائل في محور العلوم التطبيقية والأوائل في محور العلوم الصحية. هذا حيدخل إلى تصفيات مسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي، ومن خلالهم حنطلع الترتيب الأول على مستوى الدولة الليبية في كل مجال. وبالتالي المسابقة هذه تستهدف سنوياً أوائل المسابقات التأهيلية على مستوى الجامعات الليبية. هذا إجمالي البحوث المشاركة في كل جامعة ابتداء من الجامعة الدولية نهاية إلى جامعة طرابلس، وهذه الأرقام تمثل كم البحوث، كم كل جامعة شارك فيها من بحوث في مستوى العلوم الإنسانية والتطبيقية والصحية. طبعاً عدد المشاريع اللي جوري مسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي 45 بحث، 17 في العلوم الإنسانية و15 في العلوم التطبيقية و13 في العلوم الصحية. استخدمنا احنا او تم تقييم البحوث هذه من مجموع تقريبا 150 مقيم، سواء مقيمين داخل ليبيا وخارج ليبيا، لغرض التقصي في موضوع البحوث المتقدمه من حيث التماشي مع المعايير المستخدمه في تقييم البحوث، بالاضافه الى اذا كان في هناك تطابق مع بحوث. تم فرز 31 مشروع فقط من 45، استبعد البعض منهم لقلة
الدرجة لم تصل الدرجة المطلوبة، وبعض المشاريع كانت في هناك تطابق مع بحوث أخرى. أصبح عندنا 12 بحث في الإنسانية و12 بحث في التطبيقية وسبعة في الصحية، وتم إجراء المنافسة بيناتهم بالأمس، والحمد لله اليوم حنصل إلى مرحلة أن نعلن النتائج. واجهتنا بعض الصعوبات، أهمها صعوبات الدعم المالي نتيجة للظروف اللي موجودة سواء في على مستوى الجامعات أو على مستوى الدولة. هناك بعض المعوقات، أهمها أيضا برامج السرقة العلمية واللي هي غير متاحة لنا، بحيث أنه ممكن نتمكن من استخدامها لغرض معرفة التطابق في عملية البحوث. تطلعاتنا للعمل المستقبلي من خلال هذه المسابقة هو تدوير المسابقة ما بين الجامعات، من بواش جامعة فقط واحدة تحتكرها، وأن بإمكان الجامعات الأخرى تتمنى أنها تنظمها في إطار نفس القواعد، لأننا بنحافظ عليها بنفس الكيفية. أيضا تشكيل لجنة دائمة تضمن سير المسابقة هذه في الاتجاه المرسوم لها، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية خاصة من الوزارة خاصة فقط بالمسابقة هذه، بحيث نضمن حتى كضمان لإقامتها. نتمنى أن تتعمم المسابقة أيضا على مستوى الدراسات العليا، سواء على مستوى الماجستير أو الدكتوراه. كذلك نتمنى أن تكون هناك تواريخ ثابتة ومعروفة ومحددة في بالنسبة للماجستير أو الدراسات العليا وبالنسبة للجامعي. أعتقد لا يفوتنا أن نشكركم على حضوركم، وبارك الله فيكم، وطبتم وطاب ممشاكم. شكرا للدكتور عمر على هذا التوضيح الشامل الوافي، وكما أسلف نتمنى لا تقف هنا في نسختها الأولى، بل تستمر إن شاء الله في السنوات القادمة، وكما أسلفت اهتماما بالعمل العلمي الأكاديمي الصرف. أيها السادة الحضور، على هامش اختتام هذه المسابقة، وعلى كان في جامعة غريان، يسر أو تسر جامعة غريان أن توقع في هذه اللحظات مراسم اتفاقية علمية مشتركة ما بين جامعتنا التي يمثلها الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم غومة، وما بين جامعة الجفرة والتي يمثلها رئيس الجامعة الدكتور يوسف جلالة. فليتفضل دكتور يوسف. اتفاقية علمية مشتركة في خضم العمل العلمي الأكاديمي الذي نحن بصدد تفعيله في هذه اللحظة. يبدأ الآن كل من الأستاذين الفاضلين رئيس جامعة غريان الدكتور محمد غومة ورئيس جامعة الجفرة الدكتور يوسف جلالة في البدء في هذه الاتفاقية والتوقيع عليها اهتماما بالعمل العلمي الأكاديمي الصرف، وهذا يأتي كما أسلفت في إطار الاهتمام بطلابنا وبأكاديمية بمؤسساتنا التعليمية الجامعية العريقة. Thank you.
الدكتورين الدكتور محمد غوما رئيس جامعة غيان والدكتور يوسف جلالة رئيس جامعة الجفرة بعد الانتهاء من إمضاء هذه الاتفاقية بشهادة التقدير ودروع الجامعتين. تحية لهذا هذا المهم، ونتمنى أن يكون التواصل موجود ما بين الجامعات الليبية في ضوء جامعاتنا في دولة ليبيا الحبيبة. درع الآن يقدمه الدكتور يوسف رئيس جامعة الجفرة للأستاذ الدكتور محمد غوما رئيس الجامعة جامعة غيان. شكرا شكرا دكتور يوسف، بتمنى التوفيق ان شاء الله. وتتمنها فكرة كتابة الكتابة الأكاديمية ومدى أهميتها ومدى صعوبتها في نفس الوقت، وفي العديد من الأحيان قد تكون مستحيلة. فالكتابة الأكاديمية لا نستغرب عندما نثير هذا الموضوع ونتكلم عليه ونقول هو من أصعب الأمور ومن المواضيع التي يجب أن تراعى وأن تدرس وأن يهتم بها وأن تأخذ في الاعتبار من قبل كل العلماء ومن قبل كل المهتمين خاصة في الجامعات. لأن احنا ما زلنا نواجه مشكلة كبيرة جدا في عملية مش كتابة قرآن أو نأتي بمثله، ومش كتابة معلقات مثل المتنبي، ومش كتب متقدمة في الفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء مختلفة في علومها وتستخدم نفس الحروف. ما زلنا نعجز عن كتابة وإخراج بحث علمي بشكل ممتاز يرضي القارئ المختص ويفهمه ويستوعبه الطالب المبتدئ. فمن هنا جاءت فكرة أو هذه الفلسفة اللي كانت وراها عملية المسابقة. العديد لما تكلمنا على الكتابة الأكاديمية العديد فهم أن هو برنامج البحث العلمي بشكل عام، وتكلموا على البحث العلمي بشكل عام، وحتى في التقييم واجهتنا مشاكل عديدة أن كان التقييم يؤخذ من جميع الجوانب بشكل عام على البحث العلمي بشكل عام وعلى المادة العلمية، وبعض الأحيان على 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 جزئيات هي بالنسبة لنا احنا ماهيش كانت التركيز اللي احنا طالبينه. اللي احنا طلبنا فقط التركيز والتقييم على الكتابة الأكاديمية، فكانت عندنا فيها بعض المشاكل. وهنا حبينا فقط أن في بعض المقيمين طبعا كان تركيزهم على المادة العلمية، بعض على المراجع، بعض على الأساليب المستخدمة في التحليل البيانات واستخراج الداتا، البعض كان في المادة العلمية نفسها في البيانات في أشكال. طبعا كلها مهمة، احنا هذا لا ما نقولوش ان ما هيش مهمة ولا ما هيش ذات قيمة، طبعا ذات قيمة وذات تأثير كبير جدا على البحث العلمي وعلى المادة العلمية وعلى المقال أو الكتاب أو المشروع، ولكن احنا كنا نبغى نركزوا على الكتابة الأكاديمية وكنا نبغى نتكلموا عليها ونقولوا نطلب اهتمام المهتمين والأساتذة والكتاب في هذا المجال والتركيز عليه بشكل جيد، لأنه يحتاج لكتاب، يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى تعليم وإلى تدريب وإلى ورش عمل للرقي به حتى نصل به إلى مستويات جيدة ترضي القارئ ويستفيد منها ويفهمها. وعندنا مشكلة مش فقط في الكتابة الأكاديمية، احنا هي بصفة عامة في الكتابة العامة بكل أشكالها، سواء كان في الكتاب في الكتب والجرائد والمجلات وال حتى في التقديم بعض الأجزاء الأدبية. في بعض الخبراء في هذا المجال عرفوا ان الكتابة الأكاديمية كانت لها تعريفات عديدة، هي فمن ضمن التعريفات او من ضمن المفهوم اللي عرفت به من قبل الخبراء انها هي عملية او مهارة او فن نظم الحروف في كلمات ونظم الكلمات في جمل ونظم الجمل في مقالات كاملة.
فعملية نظمها وعملية تركيبها يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى دراية، رغم أنها هي موهبة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، وخاصة في الشعراء. الشعراء نجد إحنا كثير جدا من الأشعار اللي تنطق باللغة العامية هي مستخدمة، نجد فيها أن القائل أو المؤلف الشعر هو يكاد يكون أمي أو 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 شبه أمي، ولكن نلقاه مستخدم مفردات ومصطلحات من أروع وأرقى ما يكون. فهنا يهبة، ولكن تحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى تنوير وتحتاج إلى تدريس وتحتاج إلى الرقي بها. فهذا اللي حبيناه في المسابقة هدية أن نوصلوه، ولكن طبعاً لأن جامعة نهتم بالجانب العلمي والكتابة الأكاديمية، لأنها هي أهم موضوع يرفع من مستوى قرائنا، يرفع من مستوى كتابنا، يرفع من مستوى مؤلفينا. شكرا لكم. شكرا للدكتور نصر الدين السويسي رئيس اللجنة العلمية للمسابقة، الذي قدم عرضا لآلية العمل التي قامت بها اللجنة العلمية في تقييم البحوث الأكاديمية العلمية التي وردت من الجامعات الليبية المشاركة في هذه المسابقة، والتي وصل عددها إلى 18 جامعة في 31 بحث موزع على هذه الجامعات. وفعلا شعار المسابقة الجودة والارتقاء في كتابة البحوث العلمية. بهذه المناسبة هناك حلقة نقاش وعرض تقديمي لأهمية الكتابة الأكاديمية ودورها في نشر البحوث غير المسبوقة، أي ذات الملكية الفكرية الواحدة. تفضل الدكتور عياد كوشلاف، عضوية تدريس بجامعة طرابلس، اللي موجود معنا في اللجنة التحضيرية. تفضل. إيش هي الآليات اللي ممكن نقوم بها لتطوير الكتابة في مشاريع تخرجنا في جامعاتنا الليبية، وكيف تكون فعالة؟ طبعاً مش فقط تكون عندنا آليات مكتوبة فقط وخلاص. أنا ما بيش نكون عندنا مجموعة نقاط، لكن نفضل أن لو تكون إثراء منكم مباشرة ونقاش مع المجموعة اللي النخبة اللي معنا، فأنا بنعطيكم الكلمة اللي بيتفضل يتكلم وبيعطينا بعض الآليات اللي ممكن يراها هي تساهم في تطوير الكتابة الأكاديمية في جامعاتنا الليبية. السؤال اللي طرحناه كيف نطور الكتابة الأكاديمية في جامعاتنا؟ ما هي الآليات وكيف تكون فعالة؟ يعني مش فقط نبغى نذكر الآليات، بس نبغى أيضا كيف تكون هالآليات فعالة وناجحة في تطوير الكتابة. كيف ما تشوفوا أنتم كثير من مشاريع التخرج صراحة فيها مشاكل كبيرة جدا جدا في الكتابة، والكتابة إذا كانت كويسة هي تعكس إنتاج جامعاتنا وترفع من مستوى جامعاتنا. وحتى لو تشوفوا في التصنيفات الدولية تعتمد على مخرجات الجامعات، تعتمد على الورقات البحثية، تعتمد، وهذه تأسيسها من البداية من طالب البكالوريوس والليسانس. فأنا نبغى منكم أفكار، نبغى مناقشات، وقدامكم متاحة لكم أي أفكار تروها أنتم ترفع من مستوى الكتابة الأكاديمية في جامعاتنا. فتفضلوا أي اللي بيتكلم. شكرا جميعا على هذه الاستضافة. أتكلم معكم الأستاذ أحلام يونس الفادي، أستاذ مساعد بقسم علم النفس جامعة البنغازي. طبعا نحن نعرف جميعا أن البحث العلمي لابد أن يسير وفقا لخطوات علمية منظمة يتفق عليها جميع العلماء في شتى المجالات، ونعلم أن هناك فروق بين العلوم الإنسانية والتطبيقية في الإجراءات، لكن نتمنى نحن كدولة ليبيا أن تكون هناك أدلة علمية. أقل شيء نبدأ من دليل الطالب في كتابة بحث التخرج، أيضا دليل المواصفات اللي هي مواصفات كتابة الرسائل العلمية على مستوى الماجستير والدكتوراه.
هيئه للبحث العلمي تقوم بدور معين، فاتمنى ان يكون هناك ادله معتمده. اما عن طريقه او تنفيذ هذه الاستراتيجيه، قد يكون بتشكيل لجان دائمه او لجان يعني حتى ولو قعدنا نحدث فيها سنه او رم سنه، المهم ان يكون هدفها وضع هذه الادله حتى يهتدي بها الطالب وتكون معيارا للتقييم سواء في المسابقات او حتى في اجازه الدرجات العلميه. هذه بالتأكيد تبدأ من القاعدة من الجامعات، يعني عن طريق المادة تكون هناك مواد طبعاً مثل منهج بحث وتصميم البحوث في الجامعات والكليات، أيضاً إعداد ورش العمل والدورات التدريبية سواء في الداخل أو حتى أن نقوم بمشاركة يعني تسهيل إجراءات لمشاركة البحاث في المحافل العلمية في المؤتمرات والورش العمل، يعني تسهيل الجهد تعلق بالتدريب وإعداد ورش العمل المحلية، وأكيد عندنا القوات القادرة على إعداد هذه الورش بالكفاءة العالية وتحقيق الأهداف في هذا المجال. شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا. شكرا للمداخلة وبارك الله فيك. أيضا بحثنا الدكتور إبراهيم نصر رانا يرد أو يشارك في على المداخلة اللي قلت اللي قدمتها. تفضل دكتور. بسم الله. بالنسبة للكتابة الأكاديمية طبعا نحتاج إلى جزئين أساسيين لتطويرها اللي هما المهارات والأدوات. الباحث يحتاج أن هو يملك مجموعة من المهارات تساعده في تحسين عملية الكتابة الأكاديمية، بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الأدوات. مجموعة من الأدوات من على سبيل الذكر تنسيق المراجع باستخدام مثلا الإند نوت، الماندلي. الكتابة الأكاديمية أيضا تحتاج إلى أدوات سواء كان باستخدام برنامج وورد، فيه مجموعة من الخصائص الخاصة بالكتابة الأكاديمية. أغلب البحاث يستخدموا برنامج وورد بالطريقة الكلاسيكية اللي هي في طباعة المراسلات، ويغفلوا عن استخدام الخصائص أو السمات اللي هي أصلا مخصصة في البرنامج للكتابة الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك برامج أخرى مشهورة مثلا اللي تكس بالذات في التخصصات اللي فيها معادلات وأشياء رياضية، أداة ممتازة في عملية كتابة البحوث أو تنسيق البحوث الأكاديمية. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البرمجيات الآن دخلت أيضا الذكاء الصناعي، ممكن الاستفادة منها في أيضا في تحسين الكتابة الأكاديمية. من ضمن هذه الأدوات عندنا برنامج الكرملي اللي هو من خلاله يقدر يحسن كتابة الطالب ويصحح الأخطاء، أيضا عندنا أداة أخرى تساعد الطالب في عملية الكتابة الأكاديمية اللي هو برنامج أو تطبيق اللي هو الكيور بوت، وهذا ممتاز جدا جدا في البار بريزنت السمري الأخطاء القواعد المنهية، بحيث يحسن أو يساعد الطالب في تحسين الكتابة الأكاديمية. أنا بنعرج على الجزئية اللي كان الوقت يسمح اللي هو ربط القراءة مع الكتابة، هذا جزء مهم جدا، وهذا الجزء هذا له علاقة بالبحث نفسه، كيف الباحث يطور مهاراته من خلال القراءة، يطور مهارات الكتابة الأكاديمية من خلال القراءة الأكاديمية. فالقراءة الأكاديمية عندنا زوز تكنيك مستخدم عالميا اللي هو القراءة الأولية للورقة العلمية والقراءة التفاعلية للورقة العلمية، الأدفانسد ريدينج والإنتراكتيف ريدينج. الباحث المفروض لما يبدا في البحث بتاعه يبدا في الدراسات او اطلاع الدراسات السابقه، لما يطلع الدراسات السابقه يجب تكون رصينه، والاطلاع لها عندنا زوز نقاط اساسيه، بناء المعرفه من خلال القراءه، وايضا اطلاع على الابحاث السابقه، يجد الباحث الفجوه او النقطه البحثيه اللي من خلالها ينطلق و يبدأ في البحث نتاعه. القراءة الأولية بتتم في خطوتين، كيورد أو كلمات مفتاحية
من خلال محركات البحث او قواعد البيانات العالميه، ومن خلالها راح تطلع النتائج اللي لها علاقه بالكيورد اللي وضعها البحث. الخطوه الثانيه راح يقوم بها البحث راح يشوف العنوان، اذا كان العنوان له علاقه بالبحث اللي هو يبحث عنه من خلال الكلمات المفتاحيه راح ينتقل للخطوه الثانيه اللي هي قراءه الملخص ابستراكت. لما يقرا الابستراكت كخطوه ثانيه بيتخذ قرار هل الورقه او المرجع له علاقه بالشغل بتاعه، فبيعمل داونلود وبينزل الورقه وبعدين ينتقل بها للقراءه التفاعليه. التكنيك هذا مهم جدا، لان الباحث ما عندهش وقت كافي انه يطلع على كل الابحاث المنشوره، اعداد كبيره من الابحاث المنشوره فما في وقت، فضروري تستخدم القراءه الاوليه ومن ثم تنتقل للقراءه التفاعليه. القراءه التفاعليه بنركز على القراءه التفاعليه في جزئيه بسيطه. من خلال القراءه التفاعليه المفروض الباحث راح يبني المعرفه في الموضوع او في الجانب البحثي اللي بيبحث فيه من خلال اطلاع الورقات العلميه، وايضا راح يحدد الفجوه اللي موجوده في الدراسات السابقه. المهارات الكتابه اللي بنسقط على الضوء من خلال القراءه التفاعليه اللي هو المفروض يعرف كيفيه كتابه العنوان او اختيار العنوان، كيفيه كتابه الملخص، شنو هي النقاط الاساسيه اللي هو لما يطلع على الورقات البحثيه المنشوره، كيفيه كتابه الملخص، النقاط الاساسيه اللي يحتوي عليها الملخص، ايضا كيفيه كتابه المقدمه، وكيفيه مناقشه الدراسات السابقه وتحديد الفجوه وتقديم المبررات للشغل نتاعها. هذا مهم جدا جدا. 70% من القرار في قبول الورقات العلميه في المجلات العالميه الرصينه المحكمه تعتمد على مناقشه الباحث للدراسات السابقه في الورقه العلميه. من ضمن المهارات الاساسيه اللي المفروض يتعلمها الباحث من خلال القراءه كيفيه مناقشه النتائج وتحليلها، وكيفيه ربط المناقشه، مناقشه النتائج الباحث يبدا فيها من تحليله للدراسات السابقه، وضع الفرضيات، ومن ثم تنتقل معاه الى المنهجيه، وفي النهايه تطلع عنده في النتائج. فهنا فيه ربط ما بين النتائج اللي بتحصل عليها وتحليلها وما بين الدراسات السابقه اللي هو حدد الفجوه وعلى ضوء حدد الفرضيات وحدد المنهجيه المستخدمه، فراح تطلع عندنا مناقشه جيده مكتوبه بطريقه علميه صحيحه. شكرا. في كل المجالات او في الكتابه وخاصه في الكتابه الاكاديميه اللي تختص بالمشاريع والبحوث العلميه، اللي هي فيه مقترحات من ضمن المقترحات والتوصيات اللي وزعناها احنا لدراستهم لتجهيز لورشه العمل هذه، اللي هي الاهتمام بماده الانشاء في 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 التعليم العام من الابتدائي والاعدادي والثانوي، وحتى الجامعه في بعض الدول تعطي في ماده الانشاء بشكل ممتاز، ولكن تاهلها في اعضاء هي التدريس قيمين، وتاهلها في مناهج جيده وممتازه، لان بدون تاهيل المنهج الممتاز والاستاذ الممتاز ما نكونوش درنا حل. فهي يجب الاهتمام بماده الانشاء واعتمادها وتطويرها حتى نعد جيل ممتاز جدا في الكتابه، وحتى في الحديث اللي احنا تواجهنا فيه مشاكل عديده لليوم يعني. والجزء الثاني، ولكن هذا مثلا قائل يقول ان العمل هذا يحتاج لفتره طويله جدا ويحتاج لزمن للاعداد له ولتجهيزه، فهي يفترض انها تكون في خطتين، خطه قصيره الامل وخطه طويله الامل. خطه قصيره الامل اللي هي يجب ان تطور وتعد ماده طرق البحث او قاعه بحث او مناهج بحث بشكل ممتاز وجيد وتحتوي على مفردات تؤهل الاشخاص للكتابة وللبحث العلمي بشكل عام بشكل جيد وبشكل ممتاز. مفرداتها تعتمد على المفردات هي العمود الفقري للتطوير. بعدين مادة الخطة طويلة الأمل هي الاعتماد والاهتمام بمادة الإنشاء في التعليم العام. شكرا. بداية أود أن أتقدم بالشكر لجامعة غريان والقائمين على هذه الجائزة على التنظيم الرائع، وأيضا الدعوة الكريمة لشخصي لحضور ومشاركتهم كمقيم للعروض وأيضا في هذه حلقة النقاش الجد رائعة ونحتاجها صراحة. يعني كل الجامعات تحتاج إلى هذا الأمر، فربي يوفق جميع الجامعات. طبعا تعقيبي كالتالي، هو سؤال كبير، والدكتور عياد بارك الله فيه بدأ
الحلقة بسؤال كبير يتفرع إلى أسئلة فرعية، فالإجابة على هذا السؤال هناك خطط ومقترحات كثيرة قد تكون. خلينا بس قبل ما نفكر في عملية تحسين أو تطوير عملية الكتابة العلمية، لا يخفى على الجميع أن أهمية الكتابة العلمية رجحها الأخ الكثير، مش فقط هي نقل معرفة أو هي وسيلة تواصل ما بين الكاتب والقارئ، ولكن أيضا الكتابة بشكل عام العلمية أو حتى الكتابة البسيطة التقارير العادية تعتبر نوع من أنواع أو وسيلة من وسائل التحصيل العلمي، وبالتالي جد مهم الاهتمام بها مش فقط لكتابة البحث. حتى طلابنا أحيانا كثيرة تلقاها رائع في الإحصاء والرياضيات، ولكن يجيد كتابة رسالة إلكترونية أو بريد أو تواصل مع مشرف، أو حتى لو بيدور قبول في جامعات أخرى لا يستطيع أن يكتب رسالة لطلب قبول أو شيء، فهذه أيضا تخش في نفس السياق. أيضا حاب نوضح بس خصائص الكتابة العلمية قبل ما نتطرق إلى فكرتي أو وضحت لتحسين الكتابة العلمية. الكتابة العلمية لها العديد من الخصائص، ولكن معظم الناس لخصوها في 4 نقاط مهمة. أول نقطة الوضوح، يجب أن يكون الكتابة واضحة والمعلومات واضحة. الإيجاز أيضا ما يكونش الإيجاز، طبعا إحنا حاجتين قال لك الاختصار مخل ولا إسهاب ممل، يعني تكون وسطية، دائما الكتابة تكون بإيجاز بس إيجاز واضح. أيضا الدقة في نقل المعلومة، وهذه كثير من الزملاء تحدثوا عليها أن حتى نقل المعلومة يجب أن تكون فيها الدقة لكي لا نقع في مشكلة التشابه الذي ذكر عليها الدكتور عمر، وخلينا نسميها بمسميها اللي هي السرقة العلمية أو البليجرزم. أيضا الدقة في نقل المعلومة مهمة، وأيضا الموضوعية. أحيانا كثيرة في البحوث رأوا نجدوها بصراحة، وخصوصا لما تستخدم الأدوات الإحصائية يبالغ الباحث في إخراج نتائجه معاكسة للواقع، فبالتالي يفقد الموضوعية في طرح الأفكار متاعه. هذه كل النقاط لو سلطنا عليها الضوء كخصائص، خلينا ننتقل الآن إلى كيف نحسن. أنا أتفق مع الدكتور نصر، تكلم على المدى البعيد والمدى القصير، وهذه جد مهمة. المدى البعيد نرجع من أيام كنا نقرأ في المدارس، كنا عند موضوع الانشهاضة وين عاد يتكلم عن الربيع، تكلم عن موضوع واو إلى آخره، فتزيد من حصيلة اللغوية. إضافة لذلك كانت عندنا حصة المكتبة تعطيك كتاب تقرأه وتلخصه، فهذه تزيد، لأن نراه الكتابة تحتاج من حفظ 1000 بيتا صار شاعرا، فبالتالي من قرأ أكثر أصبح كاتبا جيدا على مستوى العام يبالك في التحصيل العلمي. نعم باختصار، بس حنختصر ببساطة. الفكرة أن اقتراحي أو وجهة نظري في تحسين الكتابة العلمية شقين، شق تتحمله المؤسسة وشق يتحمله الطالب أو الباحث نفسه. ما تتحمله المؤسسة هي البرامج أو المقررات التي تستحدث، أو حتى النشاطات اللاصفية اللي هي الورش العمل والندوات المفتوحة وإلى آخره، هذه برضو تحسن. لكن لن تعلم أي شخص كان الكتابة إلا إذا لم يكتب، وبالتالي أقترح نقاط معينة. أولاً هي أن يكتب باستمرار، الباحث الطالب يكتب باستمرار. إضافة لذلك من أول يوم يبدأ به البحث متاعه يدون ملاحظاته، ما خليش الكتابة. نحن للأسف شنديره نشتغل ونجي الكتابة في آخر شهرين، لا لا لا، الكتابة من أول يوم تبدأ فيه. طبعاً الحديث يطول، ولكن دكتور عياد أعطيني زمن محدد فنترك المجال لكم. شكراً، بارك الله فيك. في دكتور حتى بسم الله مداخلة باعتبار مكتب الشؤون العلمية أوكلت إليه اللائحة بمتابعة البحوث. إخوتي، هناك توجه مخيف نحو السرقة العلمية، وهذه كارثة، هذه كارثة أخلاقية. وفي تصوري المتواضع أن السارق عندما يسرق إما أن يكون لحاجة أو لهكذا شهوة. الذي يسرق بدون شيء، لا لشيء إلا للسرقة، فهذا يجب أن يبعد من مجال التعليم. السارق الذي لا يجد حاجته يجب أن يعالج. في كثير من الأحوال تمر علينا بحوث مسروقة برمتها، والسبب أن هناك تضييق على الباحث من ناحية يجب أن يكون البحث جديداً، وأخفقنا في توصيف الجدة في البحث العلمي.
الجدة في البحث العلمي لا تعني أنك أن تخرج شيئاً لم يكن. البحث العلمي كما أشار ابن حزم صاحب المذهب الظاهري وصاحب كتاب المحلى ومن عمالقة الفكر الإسلامي، قال التأليف سبعة، التأليف سبعة، إحداهن الاستكشاف. لماذا لا يوجه الباحث مثلاً إلى شرح رسالة الدكتوراه؟ رسالة الدكتوراه أنجزت، ويوجه باحث الماجستير إلى شرح هذه الرسالة، لأن هذه من التأليف السبعة، هو الشرح المستغلق ومختصر الطويل وتفصيل المجمل، هذه كلها مشاريع بحوث. هذه إذا فتحت الأبواب لهذه هذه الاتجاهات، في تصوري أنه سيختفي كثير من ستختفي كثير من ظاهرة السرقة العلمية. شكرا لكم. إذن حنبدأ إن شاء الله في عرض النتائج. عندنا محور الصحية والمحور التطبيقية ومحور الإنسانية. حنبدأ مع بعض إن شاء الله في الأول في محور العلوم الصحية. الكل يأخذ نفس إن شاء الله. في ستارة، أو لازم نفتح ستارة قبل. باي. لازم ناخذ الاذن من الدكتور محمد حاليا. نفتح الستاره دكتوره. الاول في محور الصحيه من جامعتنا لوت. من هم؟ خلي نشوفه من هم قبل، باك في اكثر من مشارك. اسماء عمر المخروف، سلسبيل ابراهيم الخمايسي، هنادي خليفه الشبخ، والمشرف الدكتور ناجي الهادي أبو راس، المعدل 85.67. ألف ألف مبروك. صلاح محمد أبو شعيرة، أي تعالى صلاح، هذا أحد الجنود أيضا الموجودين في هذه المسابقة. طبعاً حنشوف الأول في محور العلوم التطبيقية، نفس الشيء في ستارة، لازم شوية هيك من تشويق، وحنستعد حالياً الجمهور في نفتح الستارة. الأول في محور العلوم التطبيقية من جامعة درنا، الخريج أيوب أحمد الديباني، ليت عبد الله المنبي، معتز محمد الفتوري، ياسين عبد القادر الماجري، والمشرف الدكتور ياسر الدالي ومحمود عبد الحفيظ، المعدل 94.3. ألف ألف مبروك. نشوف العلوم الإنسانية جامعة الزاوية. إسراء أبو بكر ضو، والمشرف عبد الفتاح محمد سالم، بمعدل 90.30. طبعا في الختام، ختاما تهنئ جامعة غريان الفائزين بهذه المسابقة، وتتمنى حظا أوفر لبقية المشاركين في حياتهم العلمية، كما تشكر كل من أسهم في إظهار هذه المسابقة على الوجه المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.